السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وده سبب غيابي عنكم. رحلتي للامارات بين السماء والارض زي ما قلت. انا هنا في الطيارة وهنشوف ونتابع الرحلة الجميلة، ويوعد كل مشتاق يا رب بحجة او عمرة. بس انا هنا رايحة الامارات، بقى ابني بعتلي، ولان طبعا عملت عمرتين الحمد لله، فانا هنا بقى فسحة ان شاء الله. ويلا نتابع مع بعض الرحلة في قلب المطار. بس طبعا في حاجات كتير جدا ما صورتهاش، وفي حاجات كانت ممنوع التصوير، وهنشوف نشوف هنا مع بعضينا. هنا دخلت المطار برج العرب الدولي، هنشوف احنا هنا الدخلة جميلة بصراحة. بس هنا كان الوقت متأخر، كانت حوالي الساعة 1 بالليل، وكانت يعني ما كانش في طيران كتير، فتلاقي ان الدنيا هاديه، وحتى العربيات ما كانتش كتير، كان الوقت متاخر. هنا بيدخلوا طبعا عربيه بعد ما بتفتيش وكده. هي بوابات مش كتير، هي دي دخلة المطار، وهنقابل بوابه يدوب لثانيه كده وخلاص. تمام. انا في حاجات برضو ما مرضتش ان انا احذفها، على اساس تبقى معايا، ما تبقوا معايا واحده واحده. وطبعا انا قاعده الخوف، طبعا مش خوف، مش عارفه يعني، كنت قلقانه، ما كنتش نايمه، وهتشوفوني وانا ما كنتش نايمه. هنا داخلين على المطار فعلا بقى. تمام. طبعا جوزي كان بيسوق، قعد بقى يتعامل هو وابني، هو من اللي يسوق من اللي يسوق. قلت له لا، انا عايزه بابا هو اللي يسوق، لان هو سواقته هاديه بصراحة، يعني بقى مطمنة في السواقة وهو بيسوق جنبي بجد يعني. فهنا داخلين على المطار فعلا، طبعا كله انوار زي ما احنا شايفين كده، بالرغم ان في جنب اليمين يعني مش منور قوي، بس برضو الاضاءة ما شاء الله يعني. هنا دي اول بوابة، دي ما موقفناش فيها، دوب كارتة كده وتروحي داخلة على طول بقى، ما وقفنيش خالص يعني، تقريبا يعني يدوب ثانية او ثانيتين بكتير. تمام. وهندخل بقى على الصالة جوه. طبعا هما بيسلموني الشنط، ولادي ينزلوا الشنط ويدوب يسلموا عليك وانت بره، وتدخلي لوحدك بقى. انت بقى ايه؟ انا كنت مسافرة لوحدي، مكانش معايا حد. ده المطار اللي جوه نفسه بقى زي ما احنا شايفينه كده، هو شيء جميل وشيء يعني مش مخيف، بس عشان لوحدي واول مرة اسافر لوحدي، او يمكن سافرت، جيت من السعودية مرة لوحدي، او لا جيت من السعودية مرة لوحدي. هنا بقى هينزلوا لي الشنط، ويدوب يدوب وصلوني عند المبنى ده ويسلموا عليا. طبعا بقى انتوا عارفين السلام بقى عالم بقى، اشوفهم هيشوفوني تاني، احساس رهيب بصراحة يعني. اهو ما بينزلوا الشنط، ويدوب هيمشوا معايا شوية، وطاري بقى اللي كان يعني حبيب قلبي، هو بقى اخر العنقود عندي، هو اللي كان تعبان. هنا انا دخلت خلاص، كنت خلصت كل الاجراءات بتاعتي، طبعا فيها مشقة شوية يعني، بس الحمد لله يعني بتلاقي اللي بيساعدك. وهنا كنت يدوب قعدت في الصالة، قعدت في الصالة. هنا بقى بصوا مش شايفة بعناية خالص بقى، مش شايفة، بس كنت طبعا بتابعهم، ببعت لهم بقى فيديو، ببعت لهم صوت، اكلمهم. بس انا هنا فعلا عناية، ما كانتش نايمة خالص ومش شايفة بعيني. سفر بقى وخوف من الطيارة، مع اني بقولك مهما تركبيها ومهما عدد ركوبها، بس كل مرة ليها رهبة كده. بس الحمد لله يعني بعد ما بتطلع يعني بتطمني. دي الصالة بتاعة المطار، ودي كلها محلات، اللي عايز حاجة يشربها، اللي عايز حاجة بيشتريها، حاجات طبعا متناول الجميع يعني. بس والله تخيلوا بقى ان انا هنا رحت عشان اشتري لبان او مستيكة او زي ما بيسموها، كل واحد حسب، ما لقيتش، استغربت، قال لي معلش مش موجوده. ده بقى ده مكان للسوق الحره، حلوه جدا جدا، بس هو رفض يخليني اصور من جوه ومن جوه بكل ذوق، قال انا اسف
حاجات جميلة جدا جدا من جوه، وغالية لانها كلها شغل يدوي زي ما احنا شايفين كده. بس فعلا كان نفسي اصورها لكم من جوه، تحفة، بس هو رفض طبعا. انا هنا كنت دخلت الطيارة وبرضو بكلمهم قبل ما نقفل الهواتف بقى، وببعت لهم برضو بطمنهم ان انا دخلت الطيارة وخلصت كل حاجة الحمد لله. والحقيقة الناس كلها ذوق جدا جدا بتوع المطار، وبيعملوك كويس جدا. هنا بقى انا قعدت جنب الشباك، حظي بقى جه جنب الشباك، شايفين بقى هنا بدأت يعني يدوب هتبدأ تتحرك، وانا قاعدة بقى ايه، كنت حطيت الحزام والكلام دوت. هنشوف بقى الارض، هي الارض يعني ما طلعنا فوق يدوب بنت جزء صغير هتشوفوه، بس يعني حاولوا تلمحوها كده. كل ما بتطلع الطيارة فوق كل ما بتشوف الارض زي النمنمة كده. معلش لو في حاجات في الفيديو هنا برضو، ده الطيارة بدأت تتحرك بقى هنا. الاضاءة طبعا مش جامدة في الارض تحت، بس هي شايفين بدأت تتحرك، هي بتتحرك وانا قلبي بيطب. اهو بدأ النور بقى كده، والاشارات بتاعت المطار طبعا كله اشارات، وكله الطيارة طبعا بتمشي على الاشارات ده هي. تمام، كنا خلاص خلصنا. بصوا بقى الارض تحت عاملة ازاي، وكنا بدأنا طلعنا بقى خالص. دي الارض بقى المنورة، دي الارض بقى تحت باينة زي النمنمة. تمام، انا كنت بحاول اصور يعني على قد ما اقدر الارض. بصوا عم يا دوب النور يعني حاجه مش باينه، وحتى جزء صغير جدا جدا اللي صورته. دي طبعا الجناح بتاع الطياره، مش الجناح لا، يعني حاجه من الطياره طبعا. وهي يعني انت شايفاها واقفه يعني، وانا واقفه بصلها كده، هي واقفه ما بتتحركش بس هي ماشيه. هنا بقى كنا داخلين خلاص على الامارات، بدأ النهار عندهم يطلع لان فرق بيننا وبينهم ساعتين. بصوا جمال بقى الشمس والطلعة بقى من القلب، اللي مش عارف الحقيقة بدأ كان بحر ولا كانت ارض بقى، بس انا بقول ده بحر. اللي بدأت الاضاءة تطلع، معلش هتظهر تاني. نشوف نحاول كده اهي، هحاول اجيبها تاني اهي. بدأ النهار يطلع، حاجة بصراحة لازم تقولي سبحان الله، وتفضلي تسبحي ربنا وانت قاعدة على الجمال ده هوت، وعلى المنظر بتاع الشمس وهي طالعة في الارض او البحر، انا مش عارف الحقيقة كان ايه، بس كانت حاجة تحفة. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وتحس ان انت في عالم تاني بقى، عالم عن العالم الغريب، عالم عن العالم اللي كله في حاجات وحشة كتير كتير، فانت هنا بين ايد ربنا، قلبك صافي، مفيش غل لحد، مفيش حقد لحد، حاجة جميلة بصراحة يعني. على قد الخوف بس لازم تبقي مع ربنا قوي 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 في اللحظة دي. شايفين الجمال هنا، احنا كده داخلين على الامارات خلاص يعني. وانا كل ده شايفة ان الطيارة واقفة بس هي ماشية يعني، بجد مرضيش اقص الحاجات دهيت يعني. بصوا فعلا بين السماء والارض انا فوق، بص المنظر والجمال عامل ازاي. طبعا البيوت، في بيوت باينه زهره، عباره عن نمنمه، نمنمه زهره، مش يعني حاجه كانها لم تكن، بس ظاهر خيال منها كده. وانا اقول الطياره مش بتمشي، انا قعدت جنب الشباك قبل كده بس طبعا ما كنتش بصور لان ما كانش لسه في قناه ولا حاجه، لكن المره دي انا اتاكدت من كل حاجه عشان اوريها لكم ووريه وتبقوا معايا. وطبعا اتاخرت عليكم في اي فيديو ينزل، بس ان شاء الله هتابع معاكم الفيديوهات وهوريكم كل حاجه ان شاء الله انا شفتها واتمتعت بيها فعلا يعني. تمام، هنا المنظر اتاخر شويه في، ما عرفتش احذفه او ما لحقتش احذفه خلاص. كنت نزلت هنا بقى من المطار بتاع الامارات، بس هو انا تعبت فيه شويه، كان المشي جوه فيه كتير، بس انا الحقيقه ما جاش على بالي ان انا اطلب من اي حد جوه ان هو يجيب لي كرسي، لاني تعبت جدا، كان مشي كتير جدا جوه، وهو ما كانش حد بيساعد حد على اساس ان كورونا وكده ممنوع يعني. بس المعامله بتاعتهم كانت بصراحه يعني، اول ما يشوفوا حد تعبان او حاجه يجروا عليه ويطمنوه، يجيبوا له ميه ويقعدوه دول. بس انا المشي اللي تعبني، انا هنا كنت طالعه بقى، وكان لازم طبعا اتصل بابني
بس طبعا ابني كان من بدري بره يعني، ومراته وولاده ربنا يبارك لها يا رب وتقوم بألف سلامة. ده برضو المنظر ده جه معايا كده. ده هنا كان في نهاية المطاف ان انا خارجة بقى خلاص، بس ايه المسافة كانت بعيدة، ماشية بقى بالعربية، كنت خلاص بقى مش شايفة قدامي. هنا بقى دي اول طلعت من المطار بقى خلاص، انا لقيت ابني ولقيت مراته وولاده، حضن بقى وبوس، انتوا فاهمين بقى طبعا. وده اول رحلة ليا مع المطار، وان شاء الله مع بعضينا هوريكم حاجات جميلة جدا جدا، واوريكم جمال البلد. فعلا بلد بتعامل البني ادم حلو جدا جدا ما شاء الله، وهنشوف كل حاجة مع بعضينا ان شاء الله. وهنا اول ما طلعت من نسيت اقول لكم، اول ما طلعت من البوابة لقيت حد جاب لي كرسي وقعدنا عليه ووصلني لغاية العربية. واشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني.